افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بقب عباب الحارة في سيارة مطرها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقولي لكاني ولا ماني احضر يا ابو النباني ابو النباني. شايف لك اياها ناش في اليوم ولا سياره معلم. اسمع اول هبره بتيجي حضل طالع يا حب. ليش انت بدوري اليوم طالع من المدام؟ بالله عليك ابو البيس روقنا وخلي اليوم يعدي على خير. ما طلعش من المدام انا يعني بس اليوم عيد ميلادها انا بدي افاجئها. ماشي تفضل يلا روح فاجئتها. ما طلعش بهاي يا زلمه. فاجئها مش حطلع فيها. عنك معلم. صفيتها شكرا. والله صفيت معلم حبيبي من اول مره. تفضل هات بطاقه. بطاقه شو؟ فليت احنا. اهلا وسهلا. شو بدك يعني؟ ليرتين. والليرتين شو يا حبيبي؟ امبارح كانت بليره. حق الصف يا معلم ولا خلص بدفعهم من راتب 150 ليره. احنا موظفين سيدي هاي شركه. مش عاجبك الموضوع قسم الشكاوي. تفضل حبيبي تفضل. بس ما تعطينيش اياه وانت بتشحدني. انا بشتغل حر. حسبي الله ونعم الوكيل. شو ماله انه مره؟ بطلعش فيها. ليه بطلعش فيها؟ انا قلت لك هبره. والله دورك. ريحة الجكراس وصلة. هلا بالقرابة. يا هلا وين الموتر؟ شاص. اقول ان فاكح المشاردة. انو؟ شو يعني؟ فاكح المشاردة. تحت. عنده. فوق. ما قصر. يا هلا. يا اخي مش عارف ليش بس شم ريحه جكلاس. انسى بعيده عنك يا زلمه. يا رب. اصلا والله قلت لك ريحه جي. لا اعطني اياها بالله عليك اعطني اياها. انا بالباشا. يعطيك العافيه. الله يسعدك. تفضل. مش تطلع فيها هون ولا هون؟ لا بس بقول بدها تفطر. شو رايك اصف لك اياها بالكراج؟ طيب تمام بس اهم اشي شوي شوي على السياره ودير بالك عليها. من عيوني. بالباشا. شغلتنا. زبطت معك. زبطت. انا على باب بيتك. انزلي شوفي المفاجاه. شو هاد؟ كيف حلوه؟ افتح الباب. دقيقة مش عارف وين الكبسة. هلا طلعتها من الشركة. هاي. ايوه. شوي عشان صاحبها. صاحبها؟ انا طبعا بمزح. جاهزة لأكثر درايف مجنون في الحياة. جاهزة بحب جنونك. شو حبيتيها؟ اسمعي كثير حلوة عن جد. مع اني انا بصراحة ما حبيتها. نهائي مش مريحة وبتطلع اصوات. لا يا زنبيز وعدنا تضلك عليها كتير حلوة. بس جد شو بالك طويل ورايق على هالقصص؟ يعني اكل الرز بايدي؟ لا عم بحكي عن السيارات انه كل يومين عم تجيني بسيارة شكل في يوم جي كلاس في يوم بورش كل يوم سيارة. انا عارف حقك علي بس هاي السيارة فيش منها غير ثلاثة بالعالم وبرضه مش مرتاح فيها. بس حبيبي عم تصرف مصاريك كلها على السيارات يعني بدنا نتجوز. انا بكره رح احجز عرسنا بعياس. خلص ايش؟ عرسنا. طبعا اكيد انا مش على الاوتيل انا بحجز لك باربع فنادق مع بعض. بس انا نفسيتي لهلا ما ارتاحت لسياره مش مستقر. بدك افوت بعلاقه يعني بدك تستني علي شوي. يلا بكره بتزهق مني زي سياراتك. انا حكيت لك ألف مره وانت معي لا تخافي من موضوع المصاري. كملي اكلك. خلاص بدك تضلي قلبي وجهك هيك. شو هاللبس الحلوه هاي؟ لا فاميلي. يا سلام يا سلام والله القالب غالب. ما هو مش منطقة اللي أنا قضي الطلعة هيك. خلينا ننبسط لنا شوي. اسمعي شو بنفسك احكي هلأ بدي أعمل لك إياه. اللي بنفسي؟ الآن سويني السيارة إلا هاي. لأنه بدنا نرجعها. وين رجعها؟ ما عجبتني. ما هلأ يصير فيها إشي يعني مش حلوة. خلص أمانة. يلا أي أمانة شو أمانة؟ يعني أمنوني عليها. هذا تسويني بالله عليك. يلا مرة أنا بترجعها. اسمعي موضوع السيارة هذا ما ينفتح. أسوئك لا بالله. صباح خيال سواقتها. يلا بالله عليك يا هدي بالله عليك. بطب أنا كثير خويف.
انا مش خويف، انا علي مصاريف. هدي مطب 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 مطب. بقول لك مطب، ديري بالك. الشاب 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 شايفتيها؟ شايفتيها السيارة صح؟ شايفتيها؟ شايفتيها؟ ديري بالك. شايفتين؟ شايفتين؟ ديري بالك ديري بالك. شايفتين؟ بحكي لك. خبطات؟ خبطات. الله يكسر خاطرك إلهي يا رب. نفسي أفديكي بوكس أحمد أول. أنا سلامات يا حبيبي. سلامات. ايش اللي سلامات؟ الله يسلم فيك. ولا عظمه شطبتني يا زلمه. بسيطه يا زلمه، في الحديد ولا في العبيد؟ يا ريتها في العبيد، يا ريتها في العبيد. تفضحناش يا زلمه. الو يا زلمه، طلب الحساب. انت وينك؟ تعب بسرعه. ابو البيس عطل الزلمه. انا عملت حادث. حادث؟ يخرب بيتك، يخرب بيتنا. انت مش عارف شو بدي اعمل. دقيقه. الهي يا زلمه، بقول لك الهي. وين رخصتها هاي؟ رنج روفر. ما عرفتيش اخبط الا رنج. يكسر خاطرك الهي. خلص اتصرف بالله عليك، هسه مش وقتك. اسمع، راح احاول الهي، بس انت دبر حالك وتعال بسرعه. سلامات باي. يلا يلا. سلام سلام. علم علم. اسمع، بالله عليك حقك علي، بس انا بزبطش افتح كروكا. ولا انا بزبط افتح كروكا صراحه. السياره مش الي. انا فليه. انت فليه؟ انا فليه. وانا كمان فليه. خرب بيتنا. خلاص اسمع، سامعني. انت سامعني؟ صلح لحالك وانا بصلح لحالي. دبر حالك. سلامات. سلام. انزلي. انت وقفتيني ولا لسه قعدتي؟ روح لي لين اخلص. انا لما شفتك والله عارف. خرب بيتك، خرب بيتك. شو بتعمل؟ اسمعي، روحي تاكسي. بقول لك تعالي تعالي خلصيني. تعالي اطلعي اطلعي. قسما بالله اللي تثير الخاطر اروحك ماشي مش تاكسي. بسيطة بسيطة، مش مستاهلة. مش مستاهلة؟ حق 2100 ليرة. 1000 مليار هاي. الله يستر. بصراحة أكل المحل بجنن. أنا عجبني كثير، لازم نعتمد المكان. لا لو سمحت، انت مخربط. انا طلبت لي حساب. بالعكس، هاي ضيافه من محل استاذ. معلش تجيب لي الحساب لاني مستعجل. منه حبيبي خلينا قاعدين كمان شوي صغيره لو سمحت. حبيبتي انت عارفه انه انا عندي شغل صح؟ حبيبي الشغل بستنى 15 دقائق، يعني مش كل يوم عم تشوفني. طب تفضلي. جربي. جربه كثير زاكي على فكره، بس بتزعلني صراحه. الحلو مبين كثير زاكي. اه زاكي. مبسوطه شو كثير. خلينا نشوف شو بيحكي لنا الزلمه. يا معلم. ايش يا معلم؟ طمن. وولش شو هاد؟ ايش بتبالغ؟ والله بتبالغ، ما عملهاش شيء. معلم السيارة حلوة. انت ليش تحت اصلا؟ حب الضربة فوق. تعال لو سمحت تعال. اه؟ فوق الضربة. اه وين؟ هيا يا معلم، شايفها؟ بسيطة. شوف شوف. والله الحب اللي عوجها أكبر منها. والله معلم، هاي بدنا ندخلها على الفرن ودهان وغير لها زيت جو بترول. يعني بدها يومين. ولك شو اللي يومين؟ السيارة مش إلي. تفضحنيش بالله عليك، بزبطش، لازم أرجعها. معلم إذا بدي أمشيك وأسيب كل السيارات هاي بده يكلفك الموضوع. ولك أنو سيارات؟ أنا جاي. ولك أنا جايك عشان بيجيش عندك حدا، مشيني. 150 ليرة بخلص لك إياها. قد إيه؟ 150. الله لا يسامحك، وك أنت رح تنفل بحفرة زي أنا مش بقبر. لا والله. ألو. ولك وينك؟ شو صار معك؟ الزلمة بده يقوم، مش قادر آخره أكثر من هيك. عطله. آخره. اضربه. بدي وقت، بدي وقت. شو اضربه انت الثاني؟ اقسم بالله اذا هات علي ذا ياكلني. الزلمه من الله قاعد على اعصابه. يا زلمه انا متوتر خلقه. ابو البيس انا ياما غطيت عنك، اخوك انا، غطي عني شوي. طيب ماشي ماشي ماشي. الله الله يستر، بس الله يستر. بقول بس اسمع بالله، شد انت، شد شد بالله عليك. يلا تمام تمام. سلام. ابو حميد. من الاخر 130. الله لا يسامحك. والله الكوري غير. اسمعي. شو معك؟ كشكش طلي. ما معي حتى دزداني، مو جايبته. حمليت لي الشنطه ليش؟ اعطيني دانك. شو هلا وقت اسرارك؟ تعالي تعالي، ما حدش يعرف. اه صرنا اليوم. يلا عشان تاخرت. حبيبي. Happy birthday to you.
حبيبي. حبيبي يا يسوع. يا جماعة أنتم مخربطين يا سنة حلوة يا جميل. يا جماعة الشاب اللي هناك. سنة حلوة يا جميل. يا جماعة. إلك على المقايضة؟ أشوف. فردتين. يا زلمة هم فردات كوشوك، هلا الموضة واحدة. طب تكملة، خاتم، سوارة، سنسال. دقيقة. مصمم يعرف كل أسرارنا. هاتي. الثاني كمان؟ هاتي. حب تعتبري شعر خطيبتي، هاي ثنتين، شبكة مش رح أجيب. أها. شرف. خلصني، ورك وين نازل؟ هيا هيا يا طبل هيا. اعطيني فوطه انا بدي امسحها بيدي جيب لي فوطه خلص بكفي يا جماعه مش عيد ميلادي اليوم يلا عشان انا عندي شغل حبيبي فيك امشي طب الشمعه واحد على شبابك يا هزل كأنه تأخر صاحبك متأخر شوي لا بالكراج بكون بالكراج هي جاي على الطريق يعني هي بكون طالع فيها لا لا ما بعمل هم هيك كذابين اسمع مني أنا الله الله يسامحك لا مش كلهم يعني في منهم مناح ها ها هي اسفين على التأخير استاذ تفضل شكرا شكرا خدمة سيئة جدا بالعكس والله بس عشان كانت في الكراج بس تمام في امان الله شوي انا عارف انا تعبان يا بس سلكت سلكت انا عارف دفعت دم قلبي دم قلبي يا بس اقعد صار فيني كنت دفعت طيب قلبي قاعد سوقها مره وين لهلا يا زلمة؟ أنا آسف كثير بس كنت صفل لك إياها بالفي بعيد عن الشمس لابس نظارتي كمان؟ آه آسف أعطيني النظارة تفضل شكراً حبيبي لا 20 معلم حساب كيف 20؟ راكب جي كلاس وتحاسبني لرتين يا زلمة تخيل روح توكل على الله افتح تح 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 افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بقب عباب الحارة في سيارة مطرها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقولك وهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقولي لكاني ولا ماني احضر يا فنو بلمي